بسم الله الرحمن الرحيم. في زيارتنا لمعرض المنتجات العضوية التقينا في الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز من الـ MBC ومشروعها الجديد الاستثماري. أستاذة سارة، مسيك بالخير. الله يحييك معنا في قناة مرسالة الإلكترونية. نورنا والله بوجودك هنا وبمتابعينك كمان. تسلمي، تفضلي. أتكلم على شركة هي أرجانا أوثنتيك، بدأت من 2012. أنا دخلت شركة مؤخراً لأني بعد ما جربتها لمدة سنة ونص اقتنعت فيها 100%. هي زيوت عضوية تماماً 100%، وهذه 100% ما عليها أي إضافات من حبة الأرجان. الإضافات الباقية في الخمس مجموعات الثانية 2% فقط من الإضافات الثانية، هذه مجموعة الرجالية لأنها من عود الصندل، وهذه مجموعتي سارس إديشن على دخولي يعني بعد ما انضفت للشركة صار عندي لاين خاص من الياسمين لأنه جدا عاشق. وهذه مجموعة الحمام المغربي وبس. إيش الأسعار اللي متناولة للجميع؟ هذه 100. يحصلون هالمنتجات سارة؟ يحصلونها إذا طلبوها من الموقع أو بعطيك الرقم الخاص من داخل المملكة. هذا الأرقام في لندن يا سارة. بعطيك الحين الرقم داخل المملكة العربية السعودية عبر الواتساب، يطلبوا التوصيل مجانا. وهذه اللي ما عليها أي إضافات 190، الباقي 250، وهذه 210 من الخزامة. لا الأسعار، وهي كل واحدة فيهم 100 ملي وبس. يعطيك العافية. احنا لو نبي نشجعك الحين وش حتبيعين علينا؟ وش لا تكله حلالك. تسلم، الله يحفظك. لا نبي احنا نسوي نكون اول المشترين امام المتابعين. لا لا بالعكس، حلالك تامر امر. في منتجات نسائية ورجالية، ايش المنتج الرجالي اللي تنصحينا فيه؟ تختار، اذا بشرتك حساسة تاخذ هذه، اذا بشرتك طبيعية وتحب ريحة الصندل خذ هذه. في رجال اخذوا منها الياسمين لانه فضل الريحه، وفي رجال اخذوا منها الورد، ما همهم حسب الشيء اللي يفضلون. بس هذا منتجنا من الورد الطائف والورد المدينه، ورد المغربي الصراحه. شكرا لك، يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا لك.